ومعكم العميد أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف ومن قبلها عاصفة الحزم. سيادة العميد يعني وأنا باخد بقى سؤال في المحصلة النهائية. طيب أكدتم كثيرا أنه الوصول لصنعاء وهي العاصمة والعاصمة دائما تمثل يعني هي الهدف الأساسي لمن يسعى للسيطرة يعني، ولكن حتى الآن لم يتم دخول العاصمة صنعاء، لماذا؟ نحن ذكرنا في أكثر مناسبة وأكدها اليوم أنه لدينا مسارين نعمل به عليهما بالتوازي. المسار الأول هو المسار السياسي، ونحن نؤمن كالتحالف وكدول التحالف أن الحل في الأخير سيكون حل سياسي، لأنه عندما تعمل عمل عسكري أنت تود أن تنجز هدف سياسي، وهذا هي القاعدة في العمل السياسي. يعني أنت مش هدفك تحسم عسكريا فقط؟ أي حتى لو حسمت عسكريا يجب أن يكون لديك في الأخير محصلة سياسية. ما هي المحصلة السياسية؟ ولذلك نحن نقول إن تحقق الهدف السياسي من خلال العمل السياسي من خلال المشاورات فهذا هو المطلب، ولا أحد يرغب في العمليات العسكرية، ولكن المسار العسكري مستمر. ونحن عندما بدأت المفاوضات والطلب للرئيس اليمني التعامل مع الأمم المتحدة وإيقاف إطلاق النار يوم 10 أبريل، كنا القوات اليمنية الشرعية ومدعومة بقوات التحالف في المدخل الشمالي للعاصمة اليمنية، ولكن بطلب من الحكومة اليمنية وتجاوبا إيجابيا مع الأمم المتحدة فضلنا أن يذهب الفرقاء إلى الكويت ويتحدثوا على طاولة لعل هناك مخرج للأزمة بالعمل السياسي. ولكن أؤكد لك إن فشلت العمليات في الكويت وأعلنت الأمم المتحدة فشل المفاوضات أو المشاورات اليمنية فستستمر العمليات وستحسم المسائل بالجانب العسكري وستدخل الحكومة بمشيئة الله إلى صنعاء وستعود الحكومة اليمنية الشرعية، لأنه هذا هو هدفنا الأساسي. يعني أنتم الآن على أبواب صنعاء ولكن أوقفتم عملية دخولها واقتحامها لحين انتظار نتائج المفاوضات السياسية. نعم هذا صحيح. وإذا فشلت المفاوضات السياسية ستحسم الأمور عسكرية، ونحن على قناعة، نحن على المسارين بالتوازي وأحدهما سيبلغ هدفه. هدفه هو إعادة الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار اليمن وتخليص المواطن اليمني من سطوة الميليشيات الحوثية ومن